عقد اجتماع برلماني حكومي مشترك عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب، وبمشاركة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وبحضور سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وعدد من المسؤولين، وذلك لإطلاع السلطة التشريعية على نتائج الزيارة التي قام بها وزير الخارجية إلى بروكسل واللقاءات التي أجراها مع المسؤولين في الحكومة البلجيكية والاتحاد والبرلمان الأوروبي. وفي بداية الاجتماع أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب أن هذا الاجتماع يأتي في ظل استمرار تعزيز التعاون الفاعل بين مجلسي الشورى والنواب مع الحكومة الموقرة، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وحرص واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. من جانبه أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين بقيادة وتوجيهات جلالة الملك المفدى أسست لنهج راسخ ورصين لاحترام حقوق الإنسان ضمن المسيرة الديمقراطية والحقوقية والتنموية، وذلك من خلال تضمين الاستراتيجيات والبرامج الحكومية ومبادئ وقيم حقوق الإنسان. بدوره أعرب سعادة وزير الخارجية عن تقديره لجهود السلطة التشريعية ودورها المهم في دفع مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وبمتابعة حثيثة واهتمام كبير من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيدا بحرص واهتمام أعضاء السلطة التشريعية بمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بجهود وزارة الخارجية في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة. وفي ختام اللقاء أجاب سعادة وزير الخارجية على استفسارات أصحاب المعالي والسعادة أعضاء السلطة التشريعية، مؤكدا أن وزارة الخارجية تواصل بذل جهودها لتعزيز علاقات المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة. وخلال الاجتماع وردا على سؤال من سعادة النائب محمد إبراهيم السيسي البعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن الدعوة التي وجهتها وزارة الخارجية إلى دولة قطر لعقد المباحثات الثنائية بين الجانبين، أفاد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أنه اتضح من خلال المراسلات مع الأمين العام لمجلس التعاون أن سبب تأخر الرد القطري هو الإعلان عن الدعوة الموجهة إلى وزارة الخارجية بدولة قطر لإرسال وفد رسمي لعقد المباحثات الثنائية بين البلدين في أسرع وقت، تنفيذا لما نص عليه بيان العلا، بينما يعكس هذا الإجراء النوايا الطيبة لمملكة البحرين والتزامها الدائم بالتقاليد والأعراف الدبلوماسية التي لا تزال الدعوة قائمة. وسوف تستمر وزارة الخارجية في طلب عقد المباحثات الثنائية بين البلدين لتسوية القضايا والمسائل العالقة بين البلدين التزاما بما جاء في بيان العلا وحفاظا على تماسك مجلس التعاون وتعزيز مسيرته المباركة.